قال: ما قولك في من يقول إن الله خلق الدنيا من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون؟ ده أنت جاوبت له براك. الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الله خلقهم للعبادة؟ ما خلق الدنيا من أجل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ربنا قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. بعد شنو؟ قال: متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا عز وجل خلق الأرض وخلق ما فيها من أجل راحة الإنسان ولكي يعبد الإنسان الله تبارك وتعالى. ده الفهم. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.